كلام كابتن الأهلي لكرة اليد للسيدات سابقا، بعد ما اعتزلت قررت أنها تواصل مسيرة نجاحها في الحياة الرياضية وأصبحت مسؤولة عن ملف مهم للغاية، تتولى دلوقتي منصب مدير الترويج السياحي للأحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة. خلينا نرحب بمي شام كابتن الأهلي لكرة اليد سيدات سابقا ومدير الترويج السياحي للأحداث الرياضية بوزارة الشباب حاليا. يا صباح الفل وصباح الخير عليك. صباح الجمال وربنا يخليكم. وانت طيبين. اللي يشوفك وانت قاعده كيوت ما يشوفكيش من الوضع طائره وانت طايره في الهواء. اللهم صل على النبي، شغل عالي جدا. اعتزلتي السنة اللي فاتت ليه وانت لسه في ظاهرة شبابك زي ما بيقولوا؟ ايه اللي حصل معاك؟ والله جات لي منحة تدريب هاندبول في ألمانيا، فحسيت بقى ان هي تيرنينج بوينت في حياتي، ممكن ان انا ابدا حاجة جديدة واخترق مجال جديد. يعني يعني قرار مش سهل طبعا، بس اكيد انت ادرى بمصلحتك. بس كان ردود الافعال حواليك ايه من الناس؟ كانوا زعلانين طبعا. اكتر حد كان القناة زعلانين طبعا، اصل انتوا عشره وبطولات ونجاحات وحاجات زي كده. طب يعني بدايه كلام كده، احنا عارفين ان الوالد مدرب العاب قوه، الله يرحمه، في الظروف المشابهه عاده الاولاد بيحبوا يلتحقوا بنفس البروفيشن او التخصص بتاع الوالد. انت شتيتي بقى عنه بالظبط. ايه بقى حصل؟ انا قعدت العب لحد 15 سنه، قعدت العب قوه ووزب عالي، وقعدت يعني هاندبول، الاثنين كانوا ماشيين مع بعض لحد ما دخلت المنتخب. كنت لسه سني يعني مرتبط اصغر من الدرجه الاولى، وتم اختياري ضمن المنتخب في 2004. فساعتها قال لي خلاص انت تقدري تختاري بقى، عشان طبعا الضغط وكان ثانويه عامه وكان تفاصيل كتير، فقلت له مش هقدر اكمل بقى بس. فبدات اخد بقى الموضوع هاندبول بقى بس، وباحتراف بشكل يعني اكتر. ابتديت مع النادي الاهلي، ابتديت ونهيت. عايزين بقى نعرف التفاصيل اللي اتعلمتيه، الكواليس جوه، الدعم، خلينا نعرف منك. بصي، الموضوع كله انه انت تتولدي في مكان ليه شكل معين، ليه طبيعه خاصه، في التزام، في اهداف معينه احنا بنسعى ليها. مش بس اني اهلي، بس في الرياضه بتاعتنا كمان. يعني في الهاندبول لازم اكون عارفه انا عايزه ايه وهعمل ازاي وهلتزم قد ايه، وكل ده مبني على بعضه. عشان كده يعني كان ربنا بيكرمنا الحمد لله. طيب، واصعب اللحظات يا مي اللي عدت عليكي سواء جوه الملعب او براه، لحظات ما بتتنسيش؟ تخص الرياضه مثلا. تخص طبعا. ممكن اصعب اللحظات طبعا لحظات الهزيمه، بتبقى قاتله. ايه بقى؟ بتبقى قاتله جدا. يعني لما تكون بتكسب على طول وتخسر ماتش، دايما كنت بقول حاجه للفرقه، حتى ما طول ما انت بتكسب ما بتحسش الموضوع بالوحش اللي فيه، انما لما بتخسر ما تضمنش اللي هيكسبك هيعاملك ازاي. انما طول ما انت بتكسب في نفسيات بين الفرق وبعضها ولا ايه؟ طبعا طبعا. حد مثلا وانا والفرقه مثلا بتعيط، حد يقوم جاي بيضحك، يقوم مخبط عليهم كده، تبقى شويه لغه ملاعب بس بتبقى مؤثره جدا. طب احنا بقى كمصري ومصريات، لما يعني لما بتفوزوا في مباريات مهمه، ما فيش مثلا زغروطه بتترمي في ارضيه الملعب؟ ما احنا برضو لازم نبقى لينا جونا في الاحتفالات. لا بتعملوا ازاي؟ ده احتفال يعني ولا ايه؟ الله، مش مستني منتخب بنات. لا بنغني، يعني ده في الاغلب طبعا بنتصور بالكاس او بالميداليات، بنفضل مثلا بعد التتويج بنقعد ساعه. بتحسيكوا بقى تعب اي حاجه مريتوا بيها قبل كده اللحظه دي بالتحديد؟ بالظبط بالظبط. طب انا عايزه اسالك يعني عن فكره، هنا برضو ازمه عدم وجود منتخب بقى للسيدات. ازمه قوية. يعني احنا انا نفسي مش عارفه ليه. يعني انت وجهه نظرك ايه؟ احنا شاركنا قبل كده، يعني مش حاجه معدومه. يعني لا، هو كان في قوام منتخب وبدأوا شوية يوقفوا المنتخب الأول، وعملوا منتخبات أصغر، ناشئات وشابات، وبدأوا يحققوا بالفعل. ودلوقتي بدأوا يعني كل ما بيكبروا بياخدوا سن أصغر. ممكن تكون دي سياسة في الاتحاد، أو بيبقى هما شايفين الموضوع بمنظور مختلف. إحنا لما بنشارك، أو الصغيرين لما بيشاركوا في المنتخبات الصغيرة على مستوى أفريقيا والمستوى الدولي، بطولات العالم، بنحقق. لما بيكبروا، دي وجهة نظر الاتحاد، البنات مش بتحقق،
بس هو مش بس ولا لا يعني لو ده حقيقي ارقام ولكن مثلاً. في حاجات المفروض البنات يعني مع اللي الوقت منعنا ان احنا فرق البنات بتاعتنا تحقق نفس اللي بيتحقق اللي منعنا ان مفيش عقود دي حاجه اعتقد انها غايه في الاهميه والناس بتبحث الموضوع ده دلوقتي يعني في ناس من جوه اللي منطقي يا مي في ظل نجاحات مصريه مدويه على الصعيدين شباب وشابات وبطولات والقاب وحاجات زي كده بيتعمل للولاد يعني. بيتعمل للولاد ما بيتعملش للبنات ما انا بتكلم على كده ليه ما بيتعملش للبنات برغم النجاحات اللي بتحققوها قبل كده مش قادرين نعرف يمكن ده اللي احنا بنحاول فيه ان البنات تاخد حقوقها الاحترافيه زي الولاد في الانديه يعني في جهود بتبذل في الاتجاه في ناس بتبحث وحتى في الوزاره كمان الموضوع يعني في اهتمام بالقصه على ذكر الوزاره انت كمان التايتل اللي قالته عنك نهاوات من شويه حاجه مفتخره جدا كده فعايزين نعرف منك برضو تفاصيله واهميته هو طبعا الاداره دي مستحدثه هي اداره السياحه الرياضيه وعمرها قليل بسيط جدا دي إدارة بتعمل ترويج في إدارات فيها كتير في السياحة الرياضية في تفرعات فيها منها الترويج السياحي الترويج السياحي اللي هو أنا مسؤول عنه يعني إحنا إزاي نروج سياحياً عن الأحداث الرياضية اللي بتقام في مصر وإزاي الناس تعرف عنها فممكن تبقى بطولة كبيرة زي أمم أفريقيا مثلاً نعمل سايد إيفنتس نعمل قرعة في مكان سياحي نعمل مثلا في السلاح عملنا قبل كده نهائي بطولة العالم للسلاح في القلعة وكانت رائعة بصراحة في السكواش برضو دايما بتعمل في السكواش في الجونة وفي الهرم حاجات للخيل نعملها في سقارة في حاجات كتير قوي ازاي نستغل بقى طبعا كانت السياحه واقعه قبل الكورونا الدنيا اتدمرت طبعا بس احنا كنا بنحاول ننقل المسج انه لا عندنا سياحه والامن مستقر ونقدر نعمل احداث وتعالوا يعني الناس تيجي وكان كل الفكره ان اللعيب ياخد سيلفي ورا الهرم برضو دي من الحاجات اللي بنعملها بالتعاون مع السياحة والأثار وزارة السياحة والأثار شريك معانا في القصة دي بصراحة وما بيبخلوش علينا أي حاجة بنبعتها لهم بيوافقوا أي إيفنت بيحصل لأ بنعمل رحلات أو بنعمل مزار سياحي لبعض الأماكن فكل الهدف إن اللعيب لما يتصور سيلفي مع الهرم السوشيال ميديا والانتشار عليها تبقى طبعا فيقول إن هو كان في مصر طب إيه ده مش زي ما بيتنقل عندنا بره تفجيرات وحاجات ومش لطيفه وما بقاش في حد عاقل بقى بيصدق بس شويه الـ 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 النسبه اللي بتيجي من سياحه الرياضه النسبه لا يستهان بيها عشان كده السياحه وزاره السياحه قبل ما ينضموا مع بعض كانوا بيهتموا جدا بالقصه دي طب اسالك ايه البلان يعني انت عامله اجنده مثلا اللي جاي ايه بقى البلانز بالنسبه للترويج السياحي بالظبط البلان طبعا الدنيا دلوقتي واقفه ملف الهاندبول يعني هل بنحاول نشتغل ضمن الاجراءات الاحترازيه طبعا الوزير اقرها وانواع الالعاب طبعا مفيش حاجات بدات بشكل اوفيشال في اي اتحاد كله مباريات وديه عوده التدريبات فاحنا عملنا مبادره بسيطه والوزير بصراحه هو بيدعمنا بشكل رائع يعني حتى الافكار احنا شويه في الاداره يعني مجانين شويه بس هو بيستوعبنا جدا وبيقول لنا جو اهيد تمام كان منها مبادره 30 يوم تحدي قلنا خلاص الدنيا بدات ترجع فاحنا ممكن نستغل شهر اغسطس وده كان اول يوم في اول يوم العيد ان احنا نعمل نشاط فردي لخمس العاب مشي جري دراجات هانديكاب كاياك الناس تنزل وموتور بايك الناس تنزل تمارس كل واحد لوحده وفي ابلكيشن على التليفونات اسمه سترافا ده بيقيس المسافات فبنشوف انت هتتحدى نفسك وتسجل وهل انت حققت اللي انت قلت عليه تنزل لوحدك الكاياك طبعا بنوفر المراكب الكاياك نفسها والاماكن اللي هينزلوا منها العجل كل واحد بعجلته كل حق يعني بتمشي مع نفسك وانت بتحدد هتمشي 50 كيلو في الشهر 25 فكل الناس تقدر تمارس بس بشكل فردي حلو الكلام ده جدا وفي الاخر هتكمل وهنتابعك بقى من خلال الاسترافا ومن خلال الابلكيشن انت خلصت فبنبعت لك الميداليه والشهاده على بيتك جميل وعلى فكره فتره التوقف او يعني
جراء كورونا يعني ممكن تكون فتره كويسه بالنسبه لكم لتجهيز لما هو قادم بالظبط يعني نرتب اوراقنا يعني كبيره الحقيقه بالظبط بالظبط. ما هي الوقت بيجري والله بس بجد قبل ما نختم معاكي انا عايزه اقول لك انت مثال حي مشرف. انا مبسوطه جدا بيكي وحلو ان اي رياضي كمان حتى لو توقف هو ان هو يستمر ان هو يخدم البلد بطريقه مثلا غير مباشره زي ما انت اتكلمتي في السياحه الرياضيه ودي سياحه مهمه جدا شكرك جدا نورتينا وشرفتينا وكل سنه وانت طيبه. عايزه بس اقول حاجه ان الاستوديو هنا مثال للسياحه الرياضيه مثال للسياحه صوروا عندنا صوروا عندنا تنوروا الدنيا ده برده حاجه ممكن تبقى متميزه. هنقول لبعض الردود الافعال اللي جات لنا سريعا بقى قبل ما نختم علشان احنا كنا سالنا وطرحنا في بدايه الحلقه مع حضراتكم كام فرد في الاسره بيمارس الرياضه فنشوف كده ردود الافعال السريعا على قد ما نقدر. في ناس بتصبح علينا صباح الورد قنوات الاهلي كلنا اهلاويه اجمل فرحه انا واسرتي بالكامل انا واسرتي بالكامل بنشجع الاهلي بس ولا بنمارس كمان الرياضه عايزين نعرف. هنا بيقول رشدي متولي انا وكل اولادي الحمد لله. واحمد الحصري بيصبح علينا بيقول ثلاثه بس من افراد اسرته بيمارسوا الرياضه. هاني محمد بيقول صباح الورد واثنين بس. مصطفى ابو لبن بيقول اثنين. مين تاني؟ ابو عود ثلاثه. رامي زكي اثنين. اشرف صبحي صباحك فل يا ست الكل. سالم سالم ستة وانا لا. طب انت لا ليه يا سالم؟ عايزين ناخد فكره ايه اللي منعك؟ لعل المنع خير يا عم سالم. هو فرحان انه لا. يعني بصوا انا مش عايزه اقعد اقرا كتير طبعا انا مبسوطه لان الناس بتتفاعل بس هو واضح ان من الردود ان مفيش حد قال العيله كلها مفيش حد جه قال لنا العيله كلها يعني. لا هنا احمد صابر في واحد اسمه احمد صابر يقول منزل باكمله لدينا لاعب كره. طب ما شاء الله دي حاجه كويسه جدا جدا. على كل حال سعداء بالتواصل بتاع حضراتكم معانا وتابعونا ان شاء الله بكره وحلقه جديده في 10 الصبح في الاهلي.